السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد الراندا هادي، غنديروها في هاد التوب صيفي، التوب ديال الخيط هاكا ملون. غناخدو غير لون من هاد الألوان اللي كاينين هنا في التوب، غنخدمو بيهم هاد نص التوق هذا صغير. الشكل ديالو تيجي زوين وراه ساهل في الخدمة، زواق سامبل. غادي نخدمو بهاد العقيق هذا، العقيق ديال العبار، تيجي الصراحة في الخدمة ساهل. ولا بغيتو تخدمو حتى بالعقيق ديال الخيط خدموه، غير خدو العقيق النمرة 3. هذا هو الشكل أخواتي، بقاو معايا غادي نبداو من الأول حتى الآخر. ما تنساوش اخواتي ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركاش معنا في قناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا وباغيه تتعلموا ليها. ونبداو بسم الله. غادي نعاود معكم اخواتي الطريقه اللي تندير انا باش كانتني التوب. من الاحسن ديروا هذه الطريقه، راها سهله وتضمن لكم باش يجيكم التوب مقاد، التقطيعه مقاده والخدمه حتى هي مقاده. هانتوما اخواتي، هادو هما الجهات اللي قدام، هذه الدوره ديال العنق. كنجي لهنا كنعبر القياس اللي بغيت ندير فيه الراندا. المهم نتوما عبروا القياس اللي بغيتو اولا القياس اللي مطلوب لكم. من بعد كتنشبوا هذه الجهه اللي لتحت، كتنزلوا فيها الملاقيه اللي بغيتو، تتسبقوا الملاقيه هي الاولى باش عليها كتبنيو، خصوصا الا كنتو هنايا غديروا شي ملاقيه عريضه. انا هنا غير ديال دقه وحده كنخدم وكنعاود نزوق، جات بحال هكا على شكل كورميط. المهم غير بداو هكا الملاقيه اللي نتوما بغيتو، ومن بعد تتجيو هذه هي الجهه اللي غنخدموا فيها الراندا. غنقلب بحال هكا التوب، نجي لهنا غنتني التوب بهذه الطريقه. خاص هنا التوب يبقى غادي مقاد هنا وهنا، نتني حتى في هذه الجهه بحال هكا، كنديوه مقاد حتى كنوصلوا لهنا لهاد الحاشيه هذه. صافي غنجيب دابا واحد الخيط عادي، غنشب من هنا. خاص هاد التوب يبقى غادي هكا سطر واحد، غنجيب دابا واحد الخيط غنشب من هنا، ندير خيط اخر نعاود نشب من هنا باش تنشد هاد التوب مزيان. حنا غنديرو غير توق صغير، غادي نشد غير من هنا. صافي اخواتي دابا نبداو الراندا ديالنا. هاد الطريقة اخواتي راها سهلة وتجي مزيانه بالنسبه لك كانت الراند عريضه. دابا شي مرات تكون راند عريضه بزاف اولا تكون عندنا شي زواقه، يعني ما نعرفوش شحال غتشد لينا. كاينه اللي كتبدا كتقطع عاد كتخدم، يعني راه كتصدق شي مره وشي مره ما كتصدقش. صافي دابا غنقلبوا التوب ديالنا ونبداو الخدمه عادي، حنا شادين من هنا الملاقيه حتى من بعد نكملوها. هذه هي الفي مقاده بطريقه صحيحه، ومن بعد ان شاء الله ما غنقطعوها غتجي مزيانه. صافي دابا غادي نقرب لكم الصوره ونبداو. صافي نثبتوا هنايا التوب من هاد الرانده هادي. بالنسبه لهنا اخواتي درنا هاد الملاقيه ديال ضربه واحده، يعني غنبداو الفي بضربه. كنتو منزلن شي رانده عريضه اكثر من ضربه واحده فراه غتبداو على هداك الشيء باش نزلتو، يعني داك الشيء باش نزلتو الملاقيه غتبنيو عليه. بالنسبه للعقيق اخواتي راه يمكن لكم تخدموا باي عقيق بغيتو، الا خدمتو بالعقيق ديال الزمرد ديال الخيط خدموا بالعقيق النمره 3، وغادي تخدم لكم فيه الابره النمره يا اما 11 اولا 10، راه كتخدم مزيانه في العقيق. انا غنخدم بهذا العقيق هذا ديال العبار حتى هو تيجي زوين في الخدمه وما كيمحنش. هذا العقيق تيكون صغر من ديال الخيط ولكن تتكون عنده العوينه كبيره. انا غنخدم فيه بهذا الابره النمره 6 او لسبعة، المهم كدوز فيه مزيانه. بالنسبه للحرير غنخدم بالحرير مبروم على ثلاثه الشعرات. نبداو نجي لهاد القنيه هذا، نهز هاد العوينه ديال الحرير. انا هنا منزله الملاقيه ديال واحد، يعني غنهز عوينه وحده. صافي وندوز لهاد الجهه، ملي غندير درجه غندير الزياده من هنا و
نخدم في هاد العوينه اللي كانت من قبل. نشد هنا في هاد الجهه، ندير الزياده، وفي هاد العوينه غنركب عقيقه. هانتوما اخواتي بالنسبه لهاد العقيق ديال العبار دغيا كدوز من البرا. هاد البرا راه النمره 6، يعني راه كبيره وكيدوز منها وكيبان صغير في الشكل ديالو، راه ما كبيرش. صافي نحط العقيقه في هاد العوينه ونشد في العوينه اللي حداها، نشد هنا في التوب، ملي نكون راجعه ندير الزياده، نخدم في هاد العقيقه جوج ضربات، ضربه من هنا وضربه من هنا. صافي نخدم هاد العوينه اللي تكون من قبل ونشد هنا في التوب، ندير الزياده، وفي هاد العوينه غادي نركب عقيقه. في هاد الخيط هذا غنضرب ضربه واحده ونعاود نركب عقيقه، نخلي هاد العوينه ديال العقيقه ونشد هنا في الجنب ديال هاد العقيقه. اخواتي خليت غير ضربه واحده، بغيتو تخليو كتر خليو، المهم الشكل اللي غادي تشوفو خلينا غير ضربه واحده في الجنب. نرجع اخواتي ندير الزياده هي الاولى، عاد نخدم في هاد العقيقات، كل عقيقه نضرب فيها جوج ضربات، كنضربو ضربه من هاد الجهه وضربه من هاد الجهه. صافي مباشره ندوز العقيقه الاخرى، نضرب عاوتاني ضربه من هنا وضربه من هنا. صافي ونخدم في هاد العوينه، نشد هنا في التوب، ضروري اخواتي من الزياده ما تنساوهاش. صافي نركب عقيقه، نشد في هاد الخيط هذا شده وحده، نخدم هاد العوينه اللي الوسط ونعاود نشد هنا. صافي دابا غنبداو نخدموا الراندة الوسط مسرحه، ولو عندنا هنا ثلاثة ضربات غادي نركب عقيقه. هاد العوينه ديال العقيقه غنخدم هاد العوينه اللي بقات، صافي ونشد في التوب. ملي نكون راجعه ضروري من الزياده نديرو الزياده ونخدمو في هاد العقيقات، كل عقيقه نضربو فيها جوج ضربات. صافي الوسط كنبداو نخدمو عادي، في العقيقه غنضرب جوج ضربات، نخدم هاد العوينه اللي كتبقى في الجنب. صافي ونشد في التوب، نديرو الزياده ونركب عقيقه. بالنسبه لهذا التوب اخواتي راه ديال الخيط فيه الالوان، من الاحسن تخدموه غير بلون واحد، تشوفوا اللون اللي يعجبكم. بالنسبه لهذا التوب راه فيه شحال من لون، انا اختاريت هذا اللون هذا ودرت العقيق في اللون ديالو. صافي كنخليو هاد العوينه ديال العقيقه، كنخدمو في هاد الخيط واحد الضربه. صافي كنخدمو العوينات ديال الوسط، السطر اللي قبل من هذا كانوا ثلاثة، دابا غيوليو خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، الوسط ولاو عندنا خمسة العوينات. نركب عقيقة، هاد العوينة ديال العقيقة وهاد العوينة غنشد فيها. صافي نشد هنا في التوب، بالنسبة لهاد الشدات اللي تنشدو في التوب ديال الفي، ملي تيكون عندنا العقيق راه تيكون شوية مباعدين بالمقارنة مع الراندة العادية. ندير الزيادة، نخدم في الجناب ديال العقيقة، صافي نخدم العوينات ديال الوسط عادي، نخدم هنا في الجناب ديال العقيقة. بالنسبه لهذا الخيط اخواتي ولا قصير، غادي نبدلو
صافي حتى نكمل السطر، وندخل الخيط هنا في التوب وركب خيط اخر. نجي اخواتي لهنا فوق اخر ضربه نركب خيط جديد، نهز هاد العوينه ديال الحرير، نجر الخيط تحتاني ونزيروا هاد الضربه مزيان باش ما تجيش باينه. صافي نشد هنا في التوب، نديروا الزياده ضروري من الزياده، ونركب عقيقه. هنا غنركبوا العقيقه الخامسه بنفس الطريقه، نخدم في هاد الخويه الضربه ونخدم الوسط عادي، واحد جوج ثلاثه، نحل هاد الضربه ما هزيتش العوينه كامله، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة، ونركب عقيقة. صافي هاد العوينة ديال العقيقة نشد هنا، نشد هنا في التوب، ندير الزيادة ونرجع مع السطر عادي. في العقيقة نعمرو جوج ضربات، والعوينات الاخرين كنخدمو فيهم عاديين. دابا غادي نقلبو، نقطعو الفي ديالنا ونكملو الخدمة ديالنا. هنا كنبقاو نخدمو حتى تنركبو العقيقة الخامسة، من نوصل العقيقة الخامسة صافي نقطعو. هاد القياس اللي عندي انا، بغيتو تزيدو زيدو. صافي غادي نقلب اخواتي التوب ونشبو ونرجع نكمل معاكم. الطريقه راه باينه، كنقلبو بحال هكا، كنجيو التوب نقطع من هنا مقابله مع اخر ضربه، ونحاولوا ما نقلبوش التقطيعه اللي هي، يعني نقطعو غير في هاد الجهه. صافي غنحل بحال هكا هاد الخيوطه، نشب هاد الجهه هكا حتى الفوق. غادي نشد هنا نثبت واحد جوج ضربات هنا عاد نشب، غير باش ما تحلش لينا هاد الفي، وغادي نرجع لكم باش نكملوا الخدمه ديالنا. نشدو هنا، دابا كملنا القياس، درنا القياس ديال 12 عين. غنشد هنا هاد السطر، صافي راه حنا كملناه، غنخدم عادي حتى نوصل الوسط. غنحسبوا هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. صافي غنركب عقيقة هنا، نخلي هاد العوينة ديال هاد العقيقة ونكمل السطر. هنا راه دائما كتجي أخواتي ضربة زايدة، غنخدمو هنا بحال ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة. نشد هنا في التوب، صافي هنا راه ما كنبقاوش نديرو الزياده. هانتوما ضربت اخواتي 6 ضربات، غيعطوني من كل نازله غير 5. ها واحد جوج ثلاثه اربعه ها 5. صافي نخدم في العقيقه جوج ضربات، ضربه من هنا وضربه من هنا. صافي نكمل السطر عادي، نشد هنا في التوب، نعود نرجع مع السطر. دابا هنا غيبقاو غير 4، واحد جوج ثلاثة ها 4. نركب عقيقة، نخدم في هاد الخيط ضربة واحدة ونركب عقيقة، نخلي هاد العوينه ديال العقيقه ونكمل السطر عادي. المهم العرض ديال هاد الراندر غير 12 عين. نشد هنا في التوب ونرجع.
كل عقيقه نضرب جوج ضربات، ضربه من هنا وضربه من هنا. صافي نكمل سطر، نحاولوا منين نبغيو نخدمو نهزو هاد الخيط كامل. نشد هنا في التوب، غنحيد هاد الخيط كنت خدمت به من قبل. صافي نرجع مع السطر. دابا يبقاو عندي غير ثلاثة ونركب عقيقة. نختم في هاد الخيط ضربه، الوسط ضربه، ونعاود نخدم تاني هنا في هاد الخيط ضربه. هي ثلاثة ضربات، غادي نركب عقيقة عاوتاني. هاد العوينة نخليها للعقيقة ونخدم هنا. نشد في التوب، نرجع بنفس الطريقة، الخيط ولا قصير غنحاول نهبط به غير هاد السطر ونحيدو. بالنسبة أخواتي بحال هكا لصدق لكم الخيط تيتهزو ليه هكا هاد الشعرات، حاولوا توليو تبرموه مزيان، يعني هاد الحرير كيطلعو ليه هكا هاد الشعرات. صافي نكمل هاد الهبطة هادي، كنخدمو عادي غير ملي كنوصلو للعقيقة كنضربو جوج ضربات، ضربة من هنا وضربة من هنا. صافي ندخل هنا البرة في التوب وركب خيط آخر. نجي لهنا الآخر ضربة، نثبت الحرير، نهز هاد العوينة ديال الحرير، نزير هاد الضربة مزيان، نقطع هاد الأخر ديال الحرير غير باش ما يبقاش يلصق لينا هاكو في الراندة. صافي نشد في التوب هنايا، مرة مرة نجرو هاد الخيط. صافي نخدمو عادي، نبقاو نقصو هنا هاد العوينات. دابا غنخدم غير جوج ضربات صافي ونركب عقيقة. بالنسبة لهاد العقيقة اخواتي راه تيجي ساهل في الخدمة، خاصكم غير تلقاو اللون اللي نتوما بغيتو. هذا هو العقيق اللي كنا كنخدموه به الحقيقة بزاف، شحال هذا ما كيمحنش في الخدمة، خاص غير تلقاو فيه الالوان وتلقاو الماركة المزيانة اللي ما يطرش ليها اللون. صافي ملي كنضرب فوق هاد الخيط غنركب عقيقة. هذه هي العقيقة الرابعة، تنحسبوا العقيقات اللي فات السطر هذا. صافي نخلي عوينة ديال العقيقة ونكمل السطر، نشد هنا في التوب وننزل مع السطر عادي. نشد هنا في التوب، نضرب هاد الضربه ونركب عقيقه. هنا في الجنب ديال هاد العقيقه اخواتي خلينا غير ضربه واحده. صافي نشد هنا، هذه هي العقيقه الخامسه، غنخدم هاد السطر كامل. ما كنركبوا العقيقه الاخرى حتى تنكملوا هاد السطر. نخدم هنا في هاد الخيط صافي ونركب عقيقه، نخلي هاد العوينه ونشد هنا. هنا واخا كنضربوا جوج ضربات في هاد الجهه اللي الفوق، هانتوما انا غنشد في التوب، ملي غنكون نازله راه كتبقى لينا غير ضربه واحده هاكا تجي في هاد الجهه اللي الفوق. صافي ننزل مع السطر عادي،
نشد في الثوب. صافي كملنا دابا هاد السطر، هذه هي العقيقه الخامسه. دابا غندير عقيقه الوسط، ملي نكملوا العقيقه الخامسه صافي نخدموا عادي حتى نوصلوا للوسط. غنخدموا 5 ضربات، 1 2 3 4، ها 5. صافي وركب عقيقه. انا هذا هو القياس اللي درت. المهم بالنسبه للزواق اللي غادي نزوق، راه ملي تكملوا العقيقه الخامسه ديك الساعه ركبوا ثاني عقيقه اخرى. نخلي هاد العوينه ونشد هنا. صافي ونكمل السطر. صافي اخواتي، راه بهذه الطريقه غتبقاو غاديين حتى تكملوا الثوق ديالكم كامل. المهم ركبوا العقيقه الخامسه، السطر اللي وراه ركبوا العقيقه للوسط. انا بنفس الطريقه غنبقى غاديه. بالنسبه للعرض راه 12 عين، الحرير مخدوم على 3 شعرات، والعقيق راه استعملت هاد العقيق ديال العبار، تيجي ساهل في الخدمه. بغيتو تستعملوا العقيق ديال الخيط ديال الزمرد، ديروا العقيق النمره 3، خدموا بالبراء النمره 10 اولا 11. صافي اخواتي غادي نخدم واحد شويه ونرجع نوري لكم الزواق. ها انتم اخواتي انا خدمت شويه، غادي دابا ندوزو للزواق. بالنسبه للحرير حتى هو مبروم على 3 شعرات، خدموا باي بره، ماشي بالضروره ديروا بره رقيقه، راه دابا ما كاينش العقيق. صافي غادي نجيو لتحت نثبتوا بعدا الحرير هو الاول، ثبتوا هنا في الثوب، بغيتوا تثبتوا في شي عوينه ثبتوا. صافي غنجيو في الاول ملي نبغيو نبداو، غير باش تفهموا الحساب. غنبداو من الوسط، غنطلع البره من هنا من هاد العوينه، غنبداو غير في الاول، غنبداو من هنا من الوسط حتى تعرفوا القياس. صافي ومن بعد غادي نبداو من الجهه. هانتوما هاد السطر اللي شاد على العقيقه هو هذا. غنخرج من هاد العوينه اللي الوسط ونزل هنا، هانتوما هي العقيقه اللي هنا في الراس، غنزل لهاد العوينه اللي شاده على هاد العقيقه. غنخليها العوينه الاولى الثانيه. صافي ونجي للعوينه اللي فوقها من هنا، نعاود نجي لهاد العوينه هادي ونجي للعوينه اللي فوق. صافي كنمشيو مع هاد السطر اللي هنا، وهنا كنمشيو مع هاد السطر اللي شاد على العقيق. كنبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى تنطلعوا مع هاد السطر كامل بحال اللي كنغلفوا 2 ضربات. انا درت هنا الزواق اللون في اللون، حقاش عندي الثوب ملون، حاله الا بغيتوا تدخلوا لون اخر تدخلوه. غنبقى غادية حتى نوصل لهنا لجهة الثوب. هنا واخا نكملو هنا بلاصة العقيقة في الزواق، غادي نطلعو حتى الفوق. صافي حتى لآخر عوينة، غادي ندوزو للجهة الأخرى، نكملو هاد النص. غير تبداو من الوسط، صافي وغيجيكم الزواق ساهل. نحسبوا شحال درنا هنا ديال الزواق، 2 4 6 8 10 12، من الوسطانيين نحسب عاوتاني 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. صافي غيجينا الزواق هو هذاك، غير باش يجينا قد قد، ما يجيش ناقص من شي جهه. بنفس الطريقه اخواتي كنغلفوا 2 ضربات، تنخرجوا البره من هذه العوينه، نحسبوا العوينه الاولى الثانيه، ندخلوا البره. ساهل اخواتي هاد الزواق. بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي باقين ما كيعرفوش البريد، فهاد الزواق ساهل وتيجي زوين. حيت هاد الخيوط هادو كيدخلوا الزواق. صافي نكمل بهاد الطريقه. نكمل عاود تاني حتى نوصل لعند الثوب. ونحسبه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، في الوسطانية 12. نحسب تاني من الوسطانية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، غنزيد وحدة هي 12.
صافي ها نتوما اخواتي، غنجي لهنا غندوز الابره مباشره لهنا، هذا هو السطر اللي شاد على العقيق هو هذا، غنجي لاخر عوينه اللي هي هذه، غير باش تبداو الزواق من الجنب. حنا بدينا من الوسط غير باش تفهموه وتعرفوا كيفاش غنديروا ليه. صافي دابا ملي خرجت الابره من هنا هذا هو السطر، غنجي لهاد العوينه الاولى غنحسب واحد جوج، غندخل الابره هنا صافي باش ننزل عاوتاني مع هاد السطر، غنبقى نازله حتى نوصل لهنا وندور عاوتاني بالخدمه. صافي اخواتي هانتوما انا كملت الزواق، هذا هو الفيديو ديال اليوم. هذه هي الراندة ديالنا تجي على هذا الشكل، الصراحه راندة تجي زوينه، جات بحال هكا في هذا الثوب بالالوان. يمكن لكم ديروها اخواتي حتى الثوب اللون في اللون، ويمكن لكم حتى تغيروا هكا الزواق اللون ديال الزواق اولا اللون ديال العقيق. المهم الشكل راه هو هذا والطريقه هي هذه. نتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنساونيش من باب الدعم والتشجيع ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركاش معنا في القناه تشارك، مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش يوصل للاخوات اللي باغيه يتعلموا مهتمات بالراندا. وشكرا لكم، بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.